عندنا بزاف ديال المشاكل في المارشي سونترال هنا في هذا المارشي. باقي ما تلقوا لنا المارشي، تنطلبوا وتنجدوا باش تلقوا لنا المارشي. طلبوا داروا معنا 8 شهور، دابا 3 سنين باقي ما عطاوناش المارشي. ما عرفناش شنو هو الحل. قال شادين الباركينغات، شادين كل شيء، ما تيدخل حتى شي واحد. عندنا ازمه كبيره في المارشي، ماشي غير المارشي ديال الحوت، المارشي ديال الحوت والحام والجزاره ومالي الحلوه ومالي الورد، كل شيء حابس في المارشي سونترال. لان عندهم علامه كبيره خصو يتصوب مزيان، راه صوبهم داكشي كبير، ولكن باقي ما تلقوا علينا. جابت 3 سنين هذه تنعانيو، تطلبوا من السلطات يطلقوا لنا المارشي، شي تطلبوا ما طلبوا حتى شي حاجه كثير. تيقول لك باقي ما عرفوش براسهم، تما براسهم باقي ما عرفوش مين فكاش يتصوبوا. الامر ماشي بيدينا، هو بيد ما يكونش الامر. هينا مع السلطات اللي قريبين لينا، الباشا وداك الشيء اللي قريب لينا، قال لك باقي براسو باقي ما عرفش. قلت انا معاكم ولكن باقي ما عرفش باش حتى شي يتصوب هادشي. المشاكل ديال السوق اخي راه ناقصه بزاف، لان الطريق هاد الباركينغ راه كتيدخل شويه ديال السيارات ومبقاوش يدخلوا. الناس راه واقفه، البيع والشراء ما كاينش قليل، ومع البيع والشراء الناس ما كاين شاي. وهذه هي الامور اللي غادي نقول لك، هادشي اللي داير هو هاد المشكل هذا. ما عرفتش علاش وما عرفتش انا كيفاش، ودابا راه ما غاديش نسامح حقي باي طريقه، ما غنسامحش الحق ديالي. خصهم يشوفوا معايا الحل اخي، لان راه بوليداتي ومريض بالسكر، وراه 62 سنه في العمر ديالي، وراه 50 سنه ولا ما يزيد، وانا فهنا راه ما كاينش اللي يسبقني هنايا لا داخل المارشي. ودابا راه تنطلب من المسؤولين يشوفوا حل معايا في هذا الشيء هذا. ما يمكنليش انا وتا واحد الدويره راه متسلفه غير من البنكه، ما عنديش دابا باش تنخلصها. دابا شي عام وانا حابس ما تنخلصهمش، دابا راه وصلوا معايا للمحكمه، وهادي والحل هو هذا اللي غادي ندير. السلام عليكم. المشكل اخويا هو هذا المارشي هذا اللي دخلونا له هنايا، راه مشكله صح. نورمالمون عطاونا 8 شهور ديال العداله باش ندخلوا المارشي ديالنا، صلح اكثر من عام ونص دابا، ومازال حنايا دابا راه 3 سنين دابا حنا هنايا كنعانيو بلا باركينغ ولا حتى شي حاجه. ما عرفناش شنو المعمول، ما عندنا مع من نهضروا، اللي كنهضروا معاه تيقول لك الامور ماشي بيدينا، ما عرفناش شنو خصنا نديرو. وهادشي بزاف الناس راه تيعانيو، بزاف ديال الناس هنايا مابقاوش يجيو يخدموا. الناس ديال المارشي سونترال مابقاوش يجيو على هاد الباركينغ. نورمالمون المارشي سونترال معروف بالناس المزيانين، لو بون كليون، ما بقى تيجي عندنا حتى شي واحد فريمون. ما عندش بنادم فين يجيب الطوموبيل ديالو، يجيب الطوموبيل هنا يخلص بروسي ديال 500 درهم تيدير بناقص تيمشي لجهه واحده اخرى. دونك ما عرفناش شنو غادي نديرو. كناشدو سيدنا يجي يشوف من حالنا ويديروا معنا شي حل لهادشي، حيت راه ماشي معقول. خصهم يشوفوا معنا شي حل، يديروا معنا شي حل، حيت ما يمكنش لينا حنا نبقاو هنا كنعانيو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.